فراد آلاء ماذا عدت لنا هذا اليوم معنا؟ مساء الخير والعافية عليكم مشاهدي قناة العراقية ومتابعي برنامجنا برنامج وقفة مرورية. اليوم نتكلم عن موضوع جدا مهم والمفروض أغلب سائقي المركبات يعرفوه، شنو السرعة المفروض أنه تكون داخل المناطق السكنية أو بالشوارع العامة أو على الطرق الخارجية. هذا السؤال راح أوجهه إلى سائقي المركبات ونسمع إجاباتهم ونرجع أكيد. المفروض تكون داخل المناطق السكنية في حدود معينة. نعم. قد السرعة داخل المنطقة؟ والله السرعة القصوى داخل خاصة المناطق السكنية ما تتجاوز من 5 إلى 10 كيلو بالساعة. أوكي. ما تتجاوز لأنه الداخلية خط السريع 180-60. أوكي. أي. مثلاً نقول هسه احنا في منطقة المنصور. نعم. المفروض قد السرعة؟ يعني ما تتجاوز من 20 إلى 40. لأن يعني هذا 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 الشرح هو يحكم ترى. أنا مو أكثر من 30-40. نعم. والسرعة يعني بالطرق العامة أكثر شيء 100. أكثر شيء 100. نعم. هاي بالنسبة لي أنا. الداخلية. نعم. إيه نعم. المفروض كل سائق مركبة يعرف هذا الموضوع. إيه نعم. خلال تواجدك بالطرق العامة. نعم. السرعة المفروض تمشي بها مو طريق سريع. العادي يعني الطرق. العادي هسه إحنا بنص بغداد. حسب الزحامات والهذي مرات. اي تشق على يعني ايش قد النمط مال السياره؟ والله 40 تقريبا داخل المناطق يعني. يعني المفروض اكيد على كيف يعني اكيد بان على كيف ايش قد من تباوع يعني فد 30-40 ويدك. الشوارع العامه هسه الداخليه محدده السرعه بكل شارع؟ لا المفروض هسه يعني 60 كحد اقصى 60. اوكي. بالطريق السريع ايش قد؟ انا ما اتجاوز عن نفسي ما اتجاوز ال 100-120 داخل المنطقة السكنية ما متأكد بس اتوقع 40. انت ايش قد السوق؟ ما منتبه حسب الشارع والوضع. يعني منتبه لازم هم يعني مركز لهذا الموضوع. لا والله ما مركز. لا. يعني نقول احنا 10 على يعني 10-20 من 10-20 لو 20 على 10 هو 10 من نقدر نمشي اكثر احنا. يعني هسه انت تقنعني داخل المنطقة السكنية مالتكم تمشي 10؟ هو حسب يعني كل واحد. لا مو حسب كل واحد. قول لي هسه انت ايش قد تمشي داخل المنطقه السكنيه؟ تقريبا يعني اذا ماكو احد امشي 20 هيك 10-20 ما امشي اكثر. ما تمشي؟ اي لان هو طفل. اي وفق القانون ايش قد؟ داخل المناطق السكنيه ايش قد السرعه؟ وفق القانون؟ والله اني ما اعرف يعني هو اي 10 يعني ما امشي سرعه. حسب الطرق العامه. نعم. داخل المدينه ايش قد السرعه؟ هسه انت مثلا بالمنصور. اوكي. اذا الطريق مفتوح 40-50-40 داخل المنطقه. لا لا هو تقولين اي يعني بالطرق العامه. اي نعم كانما 14 داخل المدن. يعني موضحي ايش قد 50-40 ما نمشي اكثر. الطرق السريعه ايش قد تمشي؟ مطار محمد القاسم سولف لي الحق. اي طبعا 100-110 امشي اذا ما تعبر تمشي 10-20 لو هو اذا مفتوح الطريق امشي انا 100-110-120 اخفض السرعة على 120 داخل المناطق السكنية الأخرى. لا 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 خارج على السريع. اخوان داخل المناطق السكنية المفروض السرعة ما تتعدى ل 30، لكن للأسف الشديد نشوف أكثر الحوادث داخل المناطق السكنية تصير حوادث فظيعة، يعني تسبب بمقتل شخص، انقلاب المركبة، مع العلم هي داخل المنطقة السكنية. سببه السرعة وعدم الانتباه. فإحنا نتمنى من الجميع خاصة داخل المناطق السكنية أنه يكون نوع من الانتباه، لأنه تكون معرض لكثير من المؤثرات الخارجية بالشارع داخل المنطقة السكنية. أما في داخل المدن فالسرعة ما تزيد عن 60 أو 80، وفي الطرق السريعة اللي هي 100 أو 120. احنا نتمنى من الجميع الالتزام بالسرعة المقررة حرصا على سلامتهم. أنا أتمنى لكم كل الصحة والسلامة وانتقالتي إلى الاستوديو إلى سيادة اللواء.